في نهاية الأمر عن كل هذه الحوادث التي حدثت؟ تقصير في توزيع الأكسجين، تقصير حدث تجاه المرضى، تقصير في تسجيل بياناتهم، يعني حتى عندما أريد أن تسلم الجثامين لم تكن عناوين المرضى موجودة، لم تكن هناك تلفونات أو أشياء من هكذا قبيل متعارف عليها في أي مستشفى كإجراء طبيعي. المسؤولية نحن حددناها، ليس بالضرورة أن نقول فلان، لكن من التقرير واضح أن حصرنا المسؤولية في سيركت معينة، صاحب الصلاحية بعد ذاك بيقدر يصليها. دكتور الخاتم، هذا التقرير أساسا أقيم من أجل معرفة من المسؤول عن هذا القصور، فمن حق الرأي العام حاليا أنه يعرفوا من المسؤول. أين الخلل مع تحديد المسؤولية؟ الخلل في توزيع الأكسجين، المسؤولين قلنا في إدارة الأكسجين، ده إجابة على النقطة الثالثة. ما افتكر إنها طلعنا منها، كلامنا واضح. تحديد أين الخلل، وضحنا أين الخلل. مسؤولية الناس المسؤولين من السيركت دي، من الدورة دي، هو المسؤولين، ما فيها لبس ولا فيها قمور، يعني ماشي مستخبي، الناس ما ممكن يصلوا له، يعني ما ضل نقول فلان وفلان. خلينا نرجع كده يعني. خلينا نرجع دكتور ياسر مرغني، هو موجود الآن حاليا على الهاتف. دكتور ياسر، يعني خلاصة هذا التقرير وبهم الرأي العام جدا أنه يعرف من هو المسؤول عن هذا التقصير. شكرا جزيلا. والله أنا شخصيا كأمين عام جهاز المستهلك دفعنا المشاركة في هذه اللجنة هو التعرف على الحقيقة ووصول الحقيقة، وتحدينا المشاركة أنه نعرف تعقيد النظام الصحي ونعرف وين الخلل، وعملنا توصيات من شأن تحسين الأداء، وبكون تبقى المشاركة نتائج المشاركة مرهونة بتنفيذ التوصيات. لكن أهم توصية فيها أنه 70% من الأطر الصحية في المستشفى من غير رصيف، يعني زي سوري عمال اليومية، مع كل احترام اليوم بيقوم بدور خارق العمل على تعيين كل الأطر الصحية، والعمل على تعديل نظام الإنقاذ الأكسجين، والخلل الإداري الحاصل في المستشفى الحالي، وإحكام النظم الإدارية، وتوفير أكيد التنفس الصناعي. يعني المريضة اللي توفى الأمين رجع ثاني ربي يرحمه ويغفر له، ده كان مطيل الأكسجين أدوهم انخفض ل 70، ادوه اكسجين طلع ل 90 ثاني، شالوا صورنا دوز ثاني، لما احتاجها ما لقاها. ده خلل، ونحن اللجنه دي قالت لنا ورينا الخلل وين، والخلل هو انه متايل الاكسجين ما لقاه، يعني المريض ده كان متايل الاكسجين ما لقاه. نحن الدغمسه صراحه خلت كل البلبل اللي حصلت، ما كان محتاج الفقره دي اصلا، الفقره دي يقولها للبروف ساك، يقولها للناس الطبيين العلميين، لانه نحن البروف لنا ما تمشي القبور. نحن والله الورقه اللي اترفعت في المؤتمر الصحفي التوصيات كل هذه الفكره، كل الباقي انا كامين عام وقعت عليهم في المحضر وليس في التقرير. كان من المفترض انه الامين العام رئيس اللجنه والمقرر ينادونا ونوقع عشان تاني ما نتكلم، لكن طالما ما وقعنا وزوروا التقرير الاصلي وضعوا فيه فقره مخله، انا اقول ثاني فقره مخله، هذه الفقره المخله ادخلتنا في هذا الجدل الذي كنا نتكلم عنه. انا شاكر جدا لمستضيفكم، انا بقول انه ثاني اي لجنه حنشارك فيها بشفافيه، لكن اني اشترك في اي لجنه تكون ترفض بالصحه ما لم ينصلح هذا الحال. مؤهل ولم يكن قادر بحكم يعني علاقته الخاصة في عمله مع الوزير في مؤسساته واستثماراته الخاصة، لم يكن مؤهلا كي يتعامل مع هذا الأمر بشفافية وبعدل وبمساواة. لذلك منذ الاجتماع الثاني بدأ واضحا لي أن رئيس اللجنة واقع في أسر علاقته الخاصة، علاقاته الاستثمارية والتجارية الخاصة بوزير الصحة. هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون لا يعقل أن تعمل لجنة دون أن تستمع إلى الطرف الرئيسي. لذلك توالت الانسحابات، انسحب تقريبا كل الصحفيين، وحتى في المؤتمر الصحفي أعلن عضوان وهما دكتور ياسر والصحفي الوحيد المتبقي في هذه اللجنة أنهما يعني تبرأا من التقرير، وأعلنا أن التقرير حدث به تزوير وحدث به تحريف. إذن من الذي وضع التقرير؟ في النهاية إذا خصمت أنت 6 من أصل 11 تبقى 5 بمن فيهم رئيس اللجنة. الموضوع كما يقول أهلنا السودانيون تم عمل طرطشة فيه، يعني أصبح مطرطش غير مفهوم ولم يصل للنتائج المرجوة. ونحن في خاتمة المطاف لم نعتبر أن الموضوع قد انتهى، بل على العكس نحن نحث أسر المتوفين أن يلجأوا إلى وسائل أخرى.
هناك المجلس الطبي، هناك القضاء، هناك الصحف، حتى تنجلي الحقيقة وحتى لا يتكرر الخطأ.